أزمات متلاحقة تعيشها العاصمة المؤقتة عدن، لكن أبرزها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. وبينما يتحدث الجميع عن الأوضاع المعيشية الصعبة والشلل الذي يضرب مفاصل الحياة في العاصمة المؤقتة، تبرز الأزمات الخانقة متلاحقة، لا سيما التلاعب بأسعار الوقود وتزايد شكاوى المواطنين من غياب رقابة الأجهزة المعنية. وهذا على فاحش اللتر الواحد ب 2000، جريمة حق التاريخ حق الشعب. الحكومة في وقت سابق وعلى لسان مدير شركة النفط تحدثت عن جهود تبذل في محاولة تحديد سعر الوقود خصوصا البترول في جميع المحطات، بحيث يساوي 20 لترا ما قيمته 6600 ريال. لكن حتى هذا السعر الموحد يعد مرتفعا ومرهقا إلى الحد الذي جعل المواطنين عاجزين عن شرائه في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة. حنين جمال، بلقيس، عدن.